إخوتي الكهنة من الكنائس التي تشاركنا اليوم في هذا اللقاء، إخوتي المؤمنين، فلتكن بركة الله علينا اليوم بشفاعة القديس يوحنا بوسكو. كم نسمع عن هذا القديس، لا بد نسمع ماذا يعمل أبناء هذا القديس في أرضنا، وكم من أجيال مرت بأن ينعموا بنعم هذا القديس من خلال الخدمة والرعاية التي قدموها من خلال مدارسهم ومن خلال رعايتهم الروحية للشباب. يقول لنا القديس يوحنا بوسكو: يكفي أنكم شبيبة لكي أحبكم كثيرا. وكم لو كان القديس معنا في لقاء الشبيب العالمي في البرازيل بأن يرى 3 مليون شاب وصبي، كم يفرح هذا التجمع ليشهد على الإيمان وحب الله، حتى يفرح قلب قديسنا بوسكو. هذه الشخصية الرائعة الجذابة الغنية بمواهب طبيعية، هذا القديس الذي ولد نعم إيطاليا ولكنه كان إنجيليا وكان ابنا، نال التقوى فدربته أمه على هذه التقوى وعلى مخافة الله. كان شعاره: أعطني النفوس وخذ الباقي، أعطني النفوس وخذ الباقي. رسوليته كانت تعتدل إلى أن يكون راعيا صالحا كما كان السيد المسيح من أجل خلافه. كشف للشباب مدى محبة الله لهم من خلال خدمته خدمة شاملة لا تدنى، وعدتكم بأن أكون لكم حتى رمقي الأخير. ما بدي أقول بدي أختلف مع القديس بوسكو، ولكن هي نداء وبشفاعة القديس يوحنا بوسكو إلى شباب اليوم. ما بدي أحكي إنه مش معه، أنا معه، ولكن يجب أن يفهم نداء القديس يوحنا بوسكو اليوم بأسلوبه التربوي اللي سماه الأسلوب الوقائي. شوفوا شو بيحكي يوحنا بوسكو على العقل والدين والمحبة. قد قال: إن الدين وحده مصدر التربية وكمالها. ففي أسلوبه التربوي اندماج عميق بين التربية والدين، لأن حب الله المتوحد ينعشه إنه يهدف إلى المسيح ويوجه نحوه في جو من الفرح. إنه إذ عطاء مجاني يستوحي محبة الله وهو الخليقة بعنايته ويهديها بشفاعتها وبحضوره ويخلصها بمد حياته، فهو إذن طريقة عملية للبلوغ إلى القداسة. ملخص هذا الأسلوب القديس يقول للشباب: عيشوا واكتشفوا، عيشوا واكتشفوا محبة الله حتى تعيشوها عن عمق وعن فراغ وعن ديمومة. يدعو الشباب معه إلى أن يعيشوا، أن يفهموا، أن يدركوا ماذا عليهم أن يعيشوا في أيامنا الحاضرة. وتساءلنا
لماذا هذا البعد؟ ولماذا ينجم هذا البعد؟ وماذا نعتقد إذا كنا مسيحيين لا نتميز بهذين السرين، سر القربان الأقدس وسر الاعتراف؟ وما أقوى ما أجمل قول القديس يوحنا، جناحان اثنان، اللي يسمع يفهم، جناحان اثنان نطير بهما إلى السماء، جناحان نطير بهما إلى السماء، هما الاعتراف والتنعم. إذا أردنا أن نبلغ مجد السماء مع القديسين، فعلينا أن ننطلق بقبولنا جسد المسيح وبتوبتنا وعودتنا إلى السيد المسيح. ويعلمنا القديس أن الصلاة هي الطريق وهي الوسيلة للمضي أماما في حياتنا مع الله، أن تنبثق الصلاة من صميم الحياة وأن ترتبط بالعمل، فالعمل والصلاة والتأمل يعبران عن محبة واحدة متماسكة يقيمها الروح القدس في نفس الرسول.